معنا يمان القادري. مساء الخير يا يمان. مساء النور. أهلين أستاذ عمر. سيدة يمان أو آنسة يمان اللي هو عمرك 18 أو 19 سنة. في البداية الحمد لله على سلامتك، وأنت موجودة الآن في المملكة العربية السعودية في الرياض. نعم. لو تحدثيني بعجالة قبل أن نأتي على عدة مواضيع على قصة اعتقالك والإفراج عنك. الله يسلمك يا رب. أنا تم اعتقالي يعني مثل ما ذكرت تقريبا بالبداية بتاريخ 3/11 يعني على أيدي شبيحة الكلية اللي هي من قبل اتحاد الطلبة، وبعدين مثل ما تفضلت تم اقتيادي بالبداية لفرع حرفتة كمان تابع للمخابرات الجوية، بعدين بنفس اليوم تم تحويلي المساء على فرع مطار المزل فرع التحقيق. وبقيت هنا يمكن 23 يوم، وبعدين تاريخ 26/11 تم الإفراج عني. هاي هي القصة. أنت أين متى تظاهرتي يمان؟ هي أنا كان لي نشاطات يعني مظاهرات، بس السبب الرئيسي اللي عرف طلاب اتحاد الطلبة عليه هو قيامي بنشاط داخل الجامعة، يعني رمي مناشير مع بعض الزملاء. فعن طريق الكاميرات المزروعة مثل ما بيعرفوا جميع الطلاب، صارت بعد الأحداث مؤخرا زرعت كاميرات بكل الجامعات في سوريا لرفض تحركات ونشاطات الطلاب. عن طريقها تم تعرف علي واعتقلوني. عندما اعتقلتي، أنت اعتقلتي من قبل الاتحاد الوطني طلبة سوريا، سنأتي على دوره، ولا من قبل الأمن أو المفارز الأمنية التي نعرفها في الجامعة يعني؟ لا بالنسبة لطلاب الجامعات وللحراك الجامعي، النظام مكلف اتحاد الطلبة برئاسة يعني عمار الساعاتي، وهذا معروف شيء يعني معروف للجميع، بقمع حركة الاحتجاجات يعني للطلاب بالنسبة للجامعات. فالأمن السوري ما بيتدخل بالموضوع بشكل مباشر داخل يعني داخل حرم الكلية، وإنما طلاب تابعين لاتحاد الطلبة. وهي الكارثة يعني اللي حابة أنا نوه إلى أنه هي مؤسف يعني أخلاقيا ولمستقبل لمستقبل النسيج الاجتماعي عنا بسوريا. أن الزملاء يجيشوا على بعض يعني. يعني زميلك في الجامعة يشبه عليك أو ينصب نفسه وكأنه رجل الأمن وكأنه حامل الوطن وماسك الوحدة الوطنية. تمام يعني ينصب من قبل اتحاد الطلبة، وهن يعني على رتب يعني معهم الضوء الأخضر ومطلوق لهم العنان يعني. وحتى في بعضهم يعني يعطوا أسلحة وأنه قمعوا حركة الاحتجاجات ولا تسمحوا للطلاب بأنه يتظاهروا أو يقوموا بأي نشاط. هم بيخافوا من الحراك الطلابي لأنه واعيين لمدى أهميته، وهو متواجد بالثورة من البداية، وجامعة حلب كل الناس شايف البطولات اللي عم يساوي. تحكي لي يمان لو سمحتي لي، لما ألقي القبض عليك وحطوك بغرفة ربما كما قرأت، وكيف كان التعاطي معك؟ لما أكلتي ضرب أو أحدهم ضربك يعني بشكل قوي جدا؟ كان في شباب وكان في نساء كمان، وأحدهم أنا متأكدة إنه زميلي والباقي ما كثير بعرفهم. كانت تقريبا فترة وجودي بالمحرس هاي لبين ما يستدعي دورية من الفرع اللي بيتعاملوا معه. تقريبا ضليت ساعة زمان يعني، أفدوا علي بالضرب وبالأسئلة وبالسرقة كمان من الأموال اللي كانت معي، وبعدين اجت الدورية وأخذوني. هنيك الأمن تولى الموضوع وما عاد اتدخل اتحاد. طبعا يعني انت رحتي على المخابرات الجوية. نعم. بحرستها. عند لما دخلتي للمخابرات الجوية تعرضتي لتعذيب أو لحاجة زي هيك، ولا لا عملوك باحترام كونك يعني طالبة وصغيرة وأكاديمية؟ بحرست صار هيك شيء بس بفرع المزي، أما بحرستها لا، ما كان عم يتعاملوا ما أخذين هالموضوع أبدا بعين الاعتبار. ورئيس الفرع يعني قام يعني صار في شوية مضايقات، أنا ذكرت كل شيء بالتفصيل. فبحرستها لا، أما بالفرع التحقيق بالفعل يعني أنه صار الموضوع عبارة عن تحقيق ونقاش، وانه انت طالب الجامعة وليش عم تتصرف بهي الطريقة وشو بدكم ومين خلفك. كانوا مطمشينك ولا لا يا يمان؟ بالبداية التحقيقات كانت هيك، بس مع الفترة ومع الزمن تحول الموضوع لدردشة يعني مع المحققين، وصاروا يقيمون بطمشة. لا كان لك زميلات نساء يعني ولا لا؟ لا، هو مثل ما قلت لك انا الموضوع صار رصد على الكاميرات، واجوا اخذوني بالاسم انا، فما اخذنا من مظاهره بشكل جماعي. طيب يمان لو سمحتي لي، الاتحاد الوطني طلبة سوريا الان
في هناك اتهامات له بأنه يعني ما عاد الحامي أو الذي يبحث نعم. لطالب نعم. عن سكن جامعي أو يكون خادما للطلاب، وإنما في جزء مهم منه تغير دوره إلى ممارسة الرقابة الأمنية على الطلاب، فتحكينا عن هذه النقطة لو سمحت. نعم، يعني اتحاد الطلبة هو المنصب من قبل النظام على طلاب الجامعات وتحركاتهم، فهو المكلف بهذا الموضوع. مثل ما ذكرت يجند طلاب من نفس الجامعة، يعني لا لهم عناصر أمنية ولا لهم صفة رسمية بالحكومة أو بالدولة، هن طلاب مثلهم مثل باقي الطلاب، بس منضمين للاتحاد ومدعومين لأنهم مؤيدين للنظام، ولهم حقوق وغير يعني الحرم الكليه ما عاد ابدا مكان له حرمته مثل اي مكان مثل جامعات العالم كلياتها، ينتهك تماما وبابشع الصور، الاعتقال بيتم فيه، الدماء هذاك اليوم بجامعه حلب، التشبيح، الضرب، حتى وصلت لمرحله انتهاك الاعراض في قلب حرم الكليه يعني لواحده من الطالبات. فالحرم يعني الجامعي ابدا في حادثه يعني صارت هيك عفوا في جامعه دمشق، لهذا كلام خطير كثير. نعم اي هذا الحكي انا متاكده منه. ايوه طيب الان بالنسبه كمان يعني في مصطلح بتداولوه كمان الطلاب انه الكليه صارت أسوأ من فرع الامن، واذا شب بيعرف او فضيه بتعرف انه زملائها بالكليه بيعرفوا بنشاطاتها وبتحركاتها، في طلاب كثير حاليا محرومين من جامعاتهم، وغير الاعتقال طبعا او الفصل او غيره، لا يعني ما بيسترجوا يفوتوا على الكليه مشان ما يتعرضوا لخطر الاعتقال، صار الحرم الجامعي هو اخطر من فرع الامن بالنسبه للطلاب. طيب الان يعني حتى بعض اصدقائي صاروا يقولوا لي انه نحن بقلب الكليه تعرضنا لضرب بالفروع، ما كان بهالقسوه يعني. طيب يمان لو سمحتي لي سؤال اخير لو سمحتي، نحن نذكر سادة انه هذا اول حديث صحفي لا يمان، وبالتالي الاتصالات يصبروا علينا قليلا. سلمية الثورة يمان، هل أنت مع سلمية الثورة ولا الدعوة لعسكرتها يمان؟ أنا ما بقدر أدعو لعسكرة الثورة بالبداية، يعني أنا مثل كل هالشعب، كل الشعب السوري بالبداية كان سلمي، وكلنا أردناها سلمية يعني، وطالبنا بمطالب حقها. أنا إنسانة يعني متربية على السلمية، بس يعني صار معي موقف مثلا ذكرته لما حكيت انه معتقل اخر بزنزانه مجاوره لي بفرع حرسته لما سمع صوتي عم ابكي وهيك، صار يقول لي انه طولي بالك علينا يا اختي بس نطلع من هون، بحرقه قلب وهو عم يبكي. فهذا مجرد انه شاف موقف بسيط لبنت ما بيعرفها بس سمع صوتها، فما بالك باللي فجع باقرب الناس له واللي شاف بعينه ابشع وانواع يعني ابشع انواع القمع يعني والقتل والترهيب هذا كلياته. فنحن ما بنقدر نطلب من الناس بعد سنه كامله انه يضلوا يستقبلوا الرصاص بالصدور العاريه بوسط التخازن هذا من العالم كلياته. يعني الشعب السوري يعني عم يفطر معجزه سنه كامله وما زال محافظ على الطابع السلمي، وما زالت حمص لحد الان عم تخرج مظاهرات يعني بس الجيش الحر هو شيء اساسي. طيب. وشيء مهم هو افراز طبيعي لهذا المجتمع، يعني عناصر الجيش الحر هن مواطنين سوريين بالنهايه ومثلهم مثل كل الشعب، قرروا انه يدافعوا عن بلدهم وعن اهلهم، ومن مواقعهم كعسكريين ومسلحين. طيب. هذا حقهم. اشكرك جزيل الشكر يمان القادري او زهره دمشق. والله يمان اطلقوا سراح زملائك هذول اللي اعتقلوهم معك، عمار يحيى وموسى طلوزي وغيره؟ لا، عمار يحيى ما زال معتقل. نعم الله يفرج عنه، شاب من خيرة شباب الجامعة عنه، وكل كل الطلاب بيشهدوا له، بس باقي الطلاب لا طلعوا. طيب شكرا لك يا مان القادري، احدى المعتقلات التي يعرفها كثير من النشطاء السوريين، اعتقلت عمرها 18 سنة و19 سنة، وهي طالبة في كلية الطب الأسنان، كانت معنا من العاصمة الرياض.